أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يا سلام يا سلام يا حاج أحمد يا علم انت راقب النبي يا سلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله يحفظك. العشاء جميل جدا عشان انت قاعد يا بيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي لا تقفل. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يا سلام اللهم احفظنا معاهم يا رب. كمان سيد الأبرار في نعيم. معلش. إن الأبرار لفي نعيم. كده يا سلام هذه كوبات الحلوة اشرحها لي الله يكرمك. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. أنا إياكم يا عم الحاج أحمد، يا ريتني أنا أتغير للتاريخ. يا سلام يا سلام يا ريت. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. الله الله يشرح صدرك يا حاج احمد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كده 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 والنبي يا حاج احمد والنبي يا حاج احمد اقرا يا عم. كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء الملك. الله والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يا عم في شفاء للناس. قول يا حاج احمد. يا سلام ايه ده. يومئذ يتذكر الانسان. يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن قولوا يا ليتني قد
حياتي. الله الله خليني اطلع. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله الله. أيوة رتل يا ابني رتل. يومئذ يتذكر الإنسان. الله كده الأمر بعد التشريع. الله إنه تلاع والليلة ما يخالف. أو صوت الخرس. يومئذ يتذكر الإنسان. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. واكل ياما يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية. راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.